السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو أفضل أعشاب لزيادة إنتاج البيض. مفيش شك إن الأعشاب بتعتبر حل بديل وسحري للأدوية. الأدوية في ناس بتخاف تستخدمها علشان خاطر بتبقى مش عارفة إيه الكمية أو المقدار اللي لازم تستخدمه، وفي بعض الناس تانية ما بتحبش تستخدمها عشان ما تسيبش اثار سلبية في جسم الطائر لو عايزين يذبحوه، او حتى ما تسيبش اثار سلبية في البيض نفسه وهم بياكلوه. يعني في ناس ما بتحبش الادوية، واللي ما بيحبش الادوية انا جايب لك افضل اعشاب لزيادة انتاج البيض من البيت عندك، هتستفيد بيها استفادة كبيرة. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. كل اللي هنتكلم عنهم النهاردة تعتبر أعشاب ما عدا واحدة تعتبر أكلة، يعني كلهم هتستخدمهم بكميات قليلة جدا ما عدا واحدة هتستخدمها كوجبة مشبعة، وهي تعتبر برضو من الأعشاب. تعال نبدأ من الأول بالوجبة المشبعة وهي الشعير. اتكلمنا كتير عن الشعير ومش هنحكي فيه ومش هنفسر فيه كتير، بس هو يعتبر من الأعشاب اللي بتساعد في زيادة إنتاج البيض. شعير محمص الصبح دافي يقدم للطيور بدل العلف، وهيكون موفر جدا ومزود للإنتاج بشكل كبير جدا، خصوصا هيوفر لو أنت استنبتته في البيت وزرعته في البيت. فهنتخطى الشعير وهنتكلم بعد كده عن أربع أعشاب مهمين جدا لزيادة إنتاج البيض. أول عشبة معانا هي المورينجا. المورينجا بتقوم بتعزيز مناعة الدجاج، بتعمل على زيادة إنتاج البيض بنسبة عالية، وبتحسن من جودة إنتاج البيض من حيث حجم البيضة ولون البيضة ولون الصفار، تمام؟ وبيتم بقى تقديمها عن طريق وضع 2 ملي من مستخلص المورينجا و2 جرام من مسحوق نبات المورينجا لكل كيلو من علف الدجاج. التجربة دي تمت من متخصصين في أبحاث تربية الطيور، يعني حاجة كده ايه، يعني جايب لك الزيتونة من الآخر. 2 ملي من مستخلص المورينجا و2 جرام من مسحوق نبات المورينجا اتحطوا على كيلو علف. طبعا كمية المية دي اللي هي المستخلص الاتنين ملي مش هتخلي العلف يبوظ ولا اي حاجة، بس انت تستخدمها على العلف اللي انت هتستخدمه دلوقتي وتقدمه للطيور دلوقتي، اللي هو ما تحطش كمية كبيرة على كمية علف كبيرة وتقول انا هخزنه، لا ما تعملش كده. العلف لا يخزن الا زي ما هو في الشكارة بتاعته، ولو فتحت الشكارة تعمل ايه؟ تقفلها بعد كده وتبعدها عن الرطوبة والمية والهواء وعوامل التأكسد كلها. فبمنتهى البساطة انت ممكن تستخدم المورينجا وهتلاقي تأثيرها كبير وإيجابي على صحة وإنتاجية الطيور بتاعتك. تعال نروح للعشبة اللي بعد كده وهي عشبة الكركم. الكركم بيقوم بتنشيط الهرمونات اللي بتساعد على إنتاج الصفار. دي من أهم الحاجات المفيدة في الكركم، تنشيط الهرمونات اللي بتساعد على زيادة صفار البيضة، وبيقلل الكركم من المدة الزمنية للتبويض عند الدجاج. ده بيزود عدد المرات اللي بتبيض فيها الفرخة، يعني بيخلينا نختزل الزمن ونختصر الزمن، يعني نزود انتاج البيض، تمام؟ الكركم بنستخدمه ببساطة شديدة 5 جرام على كيلو العلف. اظن انت كده بتوفر كتير جدا لما تقدم حاجة زي دي، تديك التأثير الكبير ده من زيادة انتاج البيض، وفي نفس ذات الوقت انت ما صرفتش حاجة وخدت انتاج كويس وبيضة بصفرتين احيانا وحاجات كتير حلوة جدا هتستفيد بيها لما تستخدم الكركم للقطيع بتاعك، تمام؟ نروح بعد كده للموضوع اللي بعده، هو موضوع العشبة دي. العشبة دي هي ايه؟ ساحرة جدا وكبيرة جدا، وهو الحبة السوداء. الحبة السوداء من ضمن الأعشاب المؤثرة الفعالة اللي هي بتعمل حاجات كتيرة. تحتوي الحبة السوداء على البروتين وعلى الأحماض الأمينية اللي بتساعد في زيادة إنتاج البيض، تمام؟ بتعمل على علاج الكثير من الأمراض اللي ممكن تصيب الدجاج. أمراض كتيرة ممكن تصيب الدجاج ممكن تعالجها أو تعمل وقاية ضدها عن طريق استخدام الحبة السوداء. بيتم طبعا اضافتها مع علف الدجاج برضو 5 جرام على كيلو العلف، حلو؟ وطبعا ممكن تقدمها لوحدها، بس يعني تضمن ان الطيور كلها اكلت من الحبة السوداء. طيب دلوقتي الحبة السوداء دي انت يعني تقدر تقول ان هي اهم عشبة فيهم علشان هي عشبة متكاملة،
يعني ايه عشبة متكاملة؟ مش بس بتزود انتاج البيض، بل كمان بتعالج وبتقي من امراض كتيرة. فحاول تخلي الحبة السوداء دي حاجة اساسية في القطيع بتاعك وفي التربية بتاعتك، لانها فعلا لا غنى عنها باي شكل من الاشكال. حاجة كده يعني ايه، يعني مؤثرة وقوية جدا جدا جدا، ومفيش غنى عنها وما ينفعش ابدا تتخطاها باي شكل. حاجة حاول تخليها تبع التربية، يعني جزء اساسي في التربية. الحبة السوداء مينفعش ابدا تربي الطيور من غير ما تستخدم الحبة السوداء. تمام، تعال نروح للعشبة اللي بعدها، وهي خليط مهم جدا من الكمون زائد الملح. الكمون زائد الملح، تمام؟ طبعا الملح معروف ان هو بيرفع من عملية كفاءة الكمون عند اضافته للعلف. يعني ايه؟ يعني بيخلي الكمون تأثيره اضعاف 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 التأثير بتاعه. والملح كمان كفاءته على فكرة بترتفع بوجود الكمون، تمام؟ بيتم اضافة الكمون والملح بشكل تدريجي، خد بالك، يعني بمقدار كيلو كمون مع 200 جرام ملح، تمام، على شكارتين من العلف اللي هم 100 كيلو. يبقى كيلو قد ايه؟ اسف، نص كيلو كمون، يعني 500 جرام من الكمون زائد 200 جرام من الملح على 100 كيلو من العلف. هتلاحظ زيادة سريعة جدا 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 في انتاجية البيض، وارتفاع في جودة البيض، وامتصاص الطعام، وكل الكلام ده. لكن خلينا اقولك ان في عوامل كتيرة برضو بتساعد في زيادة انتاج البيض: الاضاءة المناسبة، نوع العلف اللي انت بتستخدمه، درجة الحرارة ودرجة الرطوبة، الحرص والمتابعة، المواسم المختلفة اللي ساعات بتأثر على الانتاج بشكل كبير، الاهتمام بالتغذية والمية بشكل عام. في عوامل مؤثرة تانية زي عوامل وراثية، عوامل مناخية، عوامل الضوضاء والإزعاج، وفي أعشاب تانية برضو بتساعد في زيادة إنتاج البيض. مش دول بس، عشان لو لقيت حاجة تانية عندك تستغلها برضو، تمام، زي مثلا الريحان، زي مثلا البصل، زي الثوم القليل مش الكتير، الزنجبيل، القرفة، الحاجات دي برضو بتساعد في زيادة إنتاج البيض. لكن أنا جبت لك في البداية أقوى الأعشاب المؤثرة في زيادة الإنتاج علشان تستفيد بيها استفادة كبيرة وتديها للقطيع بتاعك بشكل مستمر. وأكرر أهمهم يا جماعة: حبة البركة. حبة البركة دي زي اسمها كده، اللي هي الحبة السوداء، اسم على مسمى فعلا بركة، وتأثيرها كبير وفعال، ولازم كل الناس تقتنيها وتستخدمها وما تكسلش أبدا عن استخدامها، لأن في الأول وفي الآخر أنت يهمك الإنتاجية والصحة، ودي مليانة إنتاجية ومليانة صحة. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.